السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أعزائي المشاهدين، موضوعنا اليوم سيتكلم عن بعض الأخبار وبعض التصريحات التي صرحها النجم الدولي الجزائري، وذلك عبر حسابه في الانستغرام الذي قام بلايف مع أبو عبد الله صحفي بيان سبورت الفرنسية، حيث أعزائي المشاهدين كشف لنا رياض محرز قائلا خلال البث المباشر على انستغرام الذي جمعه بين صحفي قناة بيان سبورت اسماعيل بو عبد الله، حيث قال اعزائي المشاهدين: عندما كنت في لوهافر وقيل لي ان ليستر سيتي يريد التعاقد معك ظننت انه فريق لرياضة الرجبي. وطبعا اعزائي المشاهدين، هذه المعلومة قد شرحتها وبعض القنوات على اليوتيوب على العموم شرحوها في يعني فيديوهات سابقة، اعتقد سنة 2018 يعني قبل الدخول الى وتعاقد مع ليستر سيتي. وهذه معلومة يعني صراحة طريفة من النجم الدولي الجزائري رياض محرز، حيث يعني وصلته دعوة من ليستر سيتي، وحسب ظنه يعني اعتقد انه يعني نادي للرجبي وليس لكرة القدم. اما مواصلا للحديث اعزائي المشاهدين مع هذا الصحفي قائلا: في بداية الأمر رفضت حتى دراسة العرض، لكن بعد إصرار وكلاء أعمالي قررت التعرف على هذا الفريق عبر جوجل، محرك البحث جوجل، راح لجوجل يبحث على ليستر سيتي. وقال أيضا: تفاجأت بأنهم يمتلكون ملعب رائع ومركز تدريبات على المستوى العالمي، وحتى الأجر الذي عرض علي كان في المستوى العالي، فقررت الإمضاء على هذه الصفقة. وبعد لحاقي بليستر سيتي تفاجأت بأنهم أيضا يعرفون كل كبيرة وصغيرة عن مشواره الكروي حتى عندما كان في سرسال. فعلى العموم أعزائي المشاهدين، أود أن أوضح نقطة، يعني أي نادي يريد شراء لاعب يعني يجب أن يعرف كل صغيرة وكبيرة، وأعتقد أن الجميع يعرف هذه التفاصيل. ولكن هنا أعزائي المشاهدين نعلم وشرحتها في العديد من الفيديوهات السابقة، قال رياض محرز لهذا الصحفي مثيرا لبعض يعني الحقائق، قال: ما كنتش نعرف هذا النادي. وكما كانش يعرف هذا النادي، يعني أعزائي المشاهدين عندما دخل إلى هذا النادي وتعاقد معه هو اللاعب الوحيد مع كانتي وأيضا جيمي فاردي، قادهما يعني من العدم، قاد ليستر سيتي من العدم إلى العالمية سنة 2016-2017، ولا أحد ينكر ذلك. وفي ذلك العام يعني توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعني كان بسارسال ما يعرف لا نادي ليستر سيتي، ولا نادي ليستر سيتي حسبه نتاع الرجبي مش نتاع كرة القدم. ولكن أعزائي المشاهدين، بالعزيمة والإصرار رياض محرز تقدم وتعاقد مع ليستر سيتي وقادها من العدم إلى العالمية. وطبعا يعني بعض التعليقات التي قالت أن يعني محرز عندما قال كنت أريد الذهاب إلى أرسنال وضيعت عامين من حياتي، صراحة يعني هو حر يعني في كلامه، ولكن ما ينساوش يعني لازم ليستر سيتي ما تنساش وجماهير ليستر سيتي ما ينساوش باللي أنه رياض محرز قادها من العدم إلى العالمية. طبعا أعزائي المشاهدين، كانت هذه يعني بعض التصريحات التي صرحها النجم الدولي الجزائري رياض محرز في لايف اليوم. طبعا دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.